فإذا سألتني إيش أكثر حاجة راح تحقق لي درجات قوية في اختبار السماع، هقول لك التركيز وسرعة التقاط الإجابة. وعشان تصيد الإجابة بشكل أسرع تحتاج تكون عندك حصيلة غوية قوية والسرعة استيعابية عالية. وعشان كده في هذا الفيديو حللت الفوكابل اللي يجي في قسم الاستماع وحشاركك أهم 25 كلمة تتكرر في اختبار السماع اللي تساعدك تصيد الإجابة بشكل أسرع. Situation معناها وضع. فمثلا قلت لك The current economic situation in the country is stable. الوضع الاقتصادي الحالي في الدولة مستقر. Conversation معناها محادثة. فمثلا During our conversation she emphasized the importance of continuous learning. خلال محادثتنا أكدت على أهمية التعلم المستمر. Essential معناها أساسي. فمثلا Clean water is essential for human survival. المويه النظيفة أساسية لبقاء الإنسان. Strategy معناها استراتيجية. The company needs a new strategy to penetrate emerging markets. تحتاج الشركة لاستراتيجية جديدة لاختراق الأسواق الناشئة. Opportunity معناها فرصة. فمثلا studying abroad provides an opportunity to learn about different cultures. فالدراسة الخارج توفر فرصة للتعرف على ثقافات مختلفة. Challenge معناها تحدي. The primary challenge is ensuring equal education opportunities for all students. التحدي الرئيسي هو ضمان فرص تعليمية متساوية لجميع الطلاب. Experience معناها خبرة. My work experience in the tech industry has been incredibly rewarding. كانت تجربتي العملية في قطاع التكنولوجيا مجزية جدا. Decision معناها قرار. The decision to relocate the headquarters was met with mixed reactions. قرار نقل المقر الرئيسي استقبل بردود فعل مختلطة أو متباين. يعني في واحد كان يقولك إيه، واحد يقولك لا صعب وكيف حنقل بيتي وزي كذا. Solution معناها حل. The solution to environmental degradation is not straightforward. فالحل لتدهور البيئة ليس واضح. Advantage معناها فائدة أو إيجابية. The main advantage of solar energy is that it's renewable and clean. فالفائدة الرئيسية للطاقة الشمسية أنها متجددة ونظيفة. وعلى فكرة إذا أنت جديد في هذه القناة ممكن تشترك فيها، لأنه بنزل محتوى كثير زي هذا المحتوى يتكلم عن إنتاجية، عن اختبار الآيلتس، عن تعلم اللغة الإنجليزية والطرق المختصرة ليها. وإذا أنت أصلا مشترك ممكن تديني لايك لأنه هذا بيدعم المحتوى أكثر وأكثر. Disadvantage معناها سلبية. A significant disadvantage of urban living is the high cost of living. أحد أكبر سلبيات العيش في المدينة هو تكلفة المعيشة العالية. Environment معناها بيئة. Companies nowadays are more conscious of their impact on the environment. الشركات اليوم أكثر وعياً بتأثيرها على البيئة. Impact معناها تأثير. The impact of climate change is evident in raising sea levels. فتأثير التغير المناخي واضح في ارتفاع مستويات البحر. Progress معناها تقدم. The student has shown considerable progress in her mathematical abilities. أظهرت الطالبة تقدما كبيرا في قدراتها الرياضية. Improvement معناها تطور. There's been an improvement in air quality since the new regulation were implemented. كان هناك تحسن في نوعية الهواء منذ تنفيذ اللوائح الجديدة. Suggestion معناها اقتراح. My primary suggestion would be to introduce more hands-on activities in the curriculum. اقتراح الرئيس هو إدخال المزيد من الأنشطة العملية في المنهج. Explanation معناها تفسير. His explanation for the delay was not convincing. لم يكن تفسيره للتأخر مقنع.
description. Description معناها وصف. The description of the event made me feel like I was actually there. وصف الحدث خلاني أحس إنه أنا كنت هناك فعلياً. Comparison معناها مقارنة. The comparison between the two systems revealed significant disparities. المقارنة بين النظامين أظهرت فروق كبيرة. Conclusion معناها استنتاج. After analyzing the data, the conclusion is that the new method is more efficient. بعد تحليل البيانات الاستنتاج انه الاسلوب الجديد اكثر فعالية. طيب قبل ما نكمل على الفيديو، اذا انت من الناس اللي تبغى تجتاز اختبار الايلتس باسرع وقت، فبقدم الدورة المكثفة للايلتس اللي فكرتها انها تاخذك خطوة بخطوة في اختبار الايلتس لما تحقق هدفك في الدراسات العليا والنجاح المهني. والدورة كلها بنيتي على ثلاثية الايلتس اللي تعتمد على الممارسة التطويرية عشان مستواك يتطور، التكنيكات الفورية عشان تعرف الطرق المختصرة، والاختبارات التجريبية عشان تتجهز انك تدخل اختبار وتختمه. والحمد لله الدورة خرجت الالاف من الناس اللي حققوا اهدافهم وكملوا نجاحهم المهني. فإذا انت مهتم انك تعرف التفاصيل تقدر تشوف الرابط تحت وتقدر تنضم لقائمة انتظار للدورة. Comprehension معناها فهم. Reading comprehension is a vital skill for academic success. فهم أو استيعاب المقروء هو مهارة أساسية للنجاح الأكاديمي. Prediction معناها توقع. Based on current trends, the prediction is that the new population will double by 2050. بناء على الاتجاه الحالي التوقع انه يضاعف عدد السكان بحلول 2050. Crucial معناها جدا مهم. A deep understanding of the subject is crucial for teaching it effectively. الفهم العميق للموضوع جدا مهم لتدريسه بفعالية. Recommendation معناها توصية. My recommendation is to increase the budget for health and education. توصيتي هو زيادة الميزانية المخصصة للصحة والتعليم. Evaluation معناها تقييم. The evaluation showed that the project met most of its objectives. التقييم أظهر إنه المشروع حقق معظم أهدافه. فشكرا جدا على مشاهدتك. إذا عجبك هذا الفيديو ممكن تستفيد عن فيديو تكلمت فيه عن كيف تبدأ مذاكرة باختبار الآيلتس من الصفر، فشاركت فيه الخطة بكل المصادر. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. في أمان الله، مع السلامة.